نتلي قطعة أخبار. أنت عزفت يا بتاع البيانول وقعت دماغنا. تبوس من الجبين نتالي
نتالي نتالي نتالي من تأليف حسام تحسين بيك الملحن والموسيقي السوري. حسام تحسين بيك كان بيدرس في دولة وحب بنت اسمها نتالي. أهلها رفضوا طبعا يجوزوا بنتهم لطالب سوري. فالراجل روح مكسور يعني بعد ما خلص دراسته, فروح مكسور وغنى الأغنية ديت وزحها في الإذاعة بتاعة سوريا. سمعوها ناس وصلوها لأهل نتالي, فأهل نتالي سمعوا الأغنية بصراحة وما لقوش حد هيحب بنتهم أكتر من الراجل دوت, فقرروا إنهم يوافقوا على الجواز ويتجوز حسام تحسين بيك من نتالي وخلفوا عندهم ابنة دلوقتي ما شاء الله مطربة كبيرة جدا في سوريا. الأغنية بسيطة جدا من مقام احنا هنعرفه كلنا, هو السي ميجر أو الدو ماجير. الدو ماجير ولكن الدو ماجير احنا هلعبه من بدايته من المي مينير, من الكورد المي مينير, من النغمة الثالثة بتاعت الدو ماجير. فدوت هو هيبقى عندنا هنا بالنسبة للموسيقى الغربية هيبقى حاجة اسمها الفريجي مود, وبالنسبة للموسيقى الشرقية هيبقى مقام الكورد. فمعلش ما تلخبطش نفسك, هو بالظبط سلم دو ماجير, ما بعديش على اي نوتة بره السلم حتى الان. فالمقدمة بتاعتها ببدأها من السي. السي بتبقى من الوتر المفتوح, والدو بعدها بيبقى بالصباع الاولاني على الوتر الثاني وبعدين الثالث. ممكن انت تعزف بالصباع الثالث و دي بيسموها سلايد, او انك انت بتزحلق صباعك من الثالثه تعملها على الخامسه. وفي ممكن انك انت تلعب الوتر الاولاني فاضي, برجع تاني مي ري دو سي مي مي ري ري دو دو سي لا سي, وبعدين لا لا سول فا مي فا مي ري ري مي فا سول, وانتش الله كده فا مي مي تاني. بقف على السي وبعدين لا سول فا مي فا مي فا مي ري ري مي في سول سول ونتشت لا فا مي مي الكورتس بتاعتها سهلة جدا. ببدأ بناتالي, انا المفروض ان انا بغنيها من المي ناتالي, ده بنزل على السول يعني ناتالي قطعت اخبارك اف ميجر بعمله باري, وبعدين ري ماينر دي ماينر وما تشوف عين مي ماينر دي ماينر وما تشوف عين نتالي جي ضعيد اخبار اف باري ودي ماينر اي هنبدأ بقى نغير بقى حاجة تانية. يا من يخدني الدارة F major D minor G E minor يا من يخدني الدارة تبوس من الجبين F major D minor G major E. ومن هنا بقى ناتالي جي ناتالي دي اف ميجر وبعدين ناتالي دي ثلاث كوردات نا دي ماينر
جي ميجر لي ناتالي وقف على الاي ماينر اي وبعدين ابدا المقطوعه بتاعتي بتاعه السولو بتاعها. السولو اللي هو الريف بيسموه الريف او الموسيقى اللي بتبقى في المقطوعه ببدا الريف بتاعتي اللي هي المقطوعه الموسيقيه اللي هي اللازمه بيسموها اللازمه عندنا في الموسيقى الشرقيه. الكوردات بتاعتها هتبقى تا ترارا اي ماينر تا لا 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 اي ماينر لا مينير جي فا ترارا دي دي ماينر تاني تا ترارا اي ماينر تا ترارا اي ماينر A minor, G major, F major, D minor, G major, E minor. دي اللي هي الانترو بتاع الموسيقى بتاع اللي انا ببدأه في الاول او بتبقى اللي بين الكوبليهات بتاعت الاغنية. واتمنى لكم وقت سعيد مع ناتالي.